من شوية كنا بنتكلم على الانستنس اللي هي النسخ اللي بنعملها دراج من اللايبرري ونحطها في مكان تاني. طيب والدرس اللي قبله اتكلمنا عن الباتن. طيب يعني في حاجتين جم ورا بعض، طب تعالى ندخل الحاجتين دول في بعض نشوف ايه الافكت اللي هيحصل. اول حاجة هدراج ريكتانجل كده، الريكتانجل ده هسلكته وبرس اف 8 هحوله لبطن. تمام، احنا دي عملناها قبل كده، اقول له اوكي. اوكي ممكن امسح الانستنتلي او ودراج واحده فريش او اشتغل جوه السيمبل نفسه. طيب هنكليك على الانستنت، هنكليك عليها دبل كليك كده، احنا جوه بقينا جواها. لو انا عايز اعمل حاجه تانية في جوه الباتن ده، انا ممكن اجي على الاوفر ستيت اللي هي دي، تمام، وادوس اف 6 وسلكت الكلام ده كله كده، وادوس اف 8 تاني كونفرت سيمبل، وبدل ما هو سيمبل بدل ما هو باتن هخليه موفي كليب، اقول له اوكي. اوكي بقى عندي سيمبل 2 اللي هو موفي كليب، هعمل دبل كليك جواه، هاجي عند فريم فريم 5 الاول وهضيف اف 6 يعني كي فريم، وبعد كده امسك الفري ترانسفورم تول بتاعتي وحركه كده شويه، وبعد كده اجي عند اف عند 10 فريم 10 وكليك ودوس اف 6، وبعد كده امسك الفري ترانسفورم تاني واروح مرجعه العكس بتاع الحاله بتاعته، تمام، واجي عند 15 ادوس اف 6 تاني، تمام، وبعد كده ارجعه لدرجة الاستقامة بتاعته اللي كان عليها في أول فريم. تمام؟ يعني هو في فريم واحد هيبقى كده، في فريم 5 هيبقى كده، في فريم 10 هيبقى كده، في فريم 15 هيرجع وضعه تاني. طيب عشان نضيف شوية فانكشناليتي اللي احنا عملناه ده، الموفي كليب اللي احنا عملناه، هدوس على أول فريم هنا وأروح أأد شيب توين. أدي أول شيب توين، وادي تاني شيب توين، وادي تالت شيب توين كده، تمام. اوكي هنرجع لسين واحد تاني وهكتب الموفي بتاعي كنترول وانتر. بص اللي هيحصل، ان انا بمجرد ما هعدي على الموفي على الباتن، حاله الاوفر بتاعته هي دي حاله الاوفر بتاعته. فانت كده ممكن يبقى عندك انيميتد باتن، تمام. الانيميتد باتن ده حطينا جوه حاله الاوفر بتاعته موفي كلاب. عشان نرجع في اللي احنا عملناه تاني، او عشان نبص على اللي احنا عملناه تاني، ادي الوضع بتاعنا في حاله الاب مفيش حاجه. يعني لو هكليك على ده كده جرافيك، لكن لو هكليك على ده هيقول لي ان ده instance of symbol 2 اللي هو موفي كليب كده. يبقى احنا عملنا نيستنج لموفي كليب جوه ستيت من الستيت بتوع الباتن، تمام. الفلاش دايما بيشتغل كده، ان هو بتعمل نيستنج لحاجه جوه حاجه. لحد دلوقتي احنا ما كتبناش ولا سطر اكشن سكريبت. من اول بقى المرحله الجايه هنبتدي نتعلم اكشن سكريبت. اشوفك الدرس الجاي.